الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. باريس سان جيرمان المدجج بالإصابات أسقط مانشستر يونايتد في معقله في مباراة تفوق بل تفوق خلالها المدرب الألماني توماس توخيل تكتيكيا. المواجهة المنتظرة كسرت سلسلة انتصارات الشياطين الحمر وسجلت أرقاما تدون للمرة الأولى في سجلات مواجهة يونايتد مع الأندية الفرنسية في أولد ترافورد، وعززت الحضور القطري أوروبيا بعد التألق الآسيوي. عندما يلعب فريق خارج أرضه بغياب نجوم من طراز ثنائي الهجوم نيمار وإدنسون كافاني والمدافع البلجيكي مونيه، غالبا ما تصب الترشيحات في خانة الفريق المضيف. معادلة كسرها مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل الذي وضع رسمين تكتيكيين مختلفين في كل شوط، تكتيكا دفاعيا في الشوط الأول معتمدا على المرتدات، وهجوميا في الشوط الثاني من خلال السيطرة على وسط الملعب، وقد نجح من خلالهما بالتفوق على مدرب اليونايتد أولي غونار سولسكاير. فوز البي اس جي قد يمثل امتدادا للسياسة الرياضية القطرية التي تطمح إلى حصد الألقاب القارية على صعيد الأندية بعد فوزها بكأس آسيا الماضية. انتصار البي اس جي من دون أبرز نجومه قد يؤسس لولادة فريق جاهز لحمل لقب أم الأذنين نهاية الموسم الحالي بقيادة الرئيس القطري ناصر الخليفي. المباراة شهدت مواجهة خاصة بين أنخيل دي ماريا وجماهير فريقه السابق، حيث نجح خلالها الأرجنتيني بالتفوق بعد صناعته هدفين، لكن في النهاية خفتت أصوات المشجعين الإنجليز أمام هتافات الفرنسيين الذين صنعوا العيد في مسرح الأحلام. مهمة رأس الحربة وكلت إلى النجم الشاب كيليان مبابي الذي أقلق دفاع اليونايتد بسرعته الكبيرة وسرق نجومية المباراة من مواطنه بول بوغبا بعدما حملا كأس العالم معا. لكن المفاجأة الباريسية تمثلت في إشراك المدافع ماركينيوس في خط الوسط، حيث أوكله توخيل مهمة مراقبة بول بوغبا رجلا لرجل طيلة المباراة. نجح ماركينيوس في أداء قصته للعلا وكلف طرد بوغبا فريقه الغياب عن مباراة الإياب، ليصبح بوغبا أول لاعب من اليونايتد يتلقى بطاقة حمراء في مباراة إقصائية في دوري الأبطال بعد البرتغالي ناني ضد ريال مدريد عام 2013. مانشستر يونايتد سدد مرة واحدة فقط باتجاه المرمى، وهو أمر لم يحدث في أولد ترافورد منذ مواجهة ميلان عام 2005، كما تلقى خسارته الأولى تاريخيا على أرضه بفارق أكثر من هدف. وبات البي اس جي أول فريق فرنسي يسجل أكثر من هدف في مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد في البطولات الأوروبية، كما أصبح المخضرم جيان لويجي بوفون ثالث حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في 50 مباراة أو أكثر في تاريخ دوري الأبطال بعد إيكر كاسياس وإدوين فاندرسار. أكد النرويجي أولي غونار سولشاير أن لاعبي مانشستر يونايتد لم يلعبوا بهذا الأداء منذ فترة طويلة. كلام المدير الفني للشياطين الحمر عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. سولشاير أكد أن المباراة كانت بمثابة اختبار أمام أحد أفضل الفرق، وتعد هذه الخسارة الأولى لمانيو مع سولشاير بعد 10 انتصارات وتعادل واحد. فوز روما على ضيف بورتو البرتغالي بهدفين لواحد نتيجة غير مريحة قبل الانتقال إيابا إلى العاصمة لشبونة. كلام افتتح به مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو حديثه في المؤتمر الصحفي، حيث انتقد سوء الحظ الذي لازم ذئاب العاصمة الإيطالية. دي فرانشيسكو أكد نية فريقه الذهاب إلى البرتغال لتسجيل هدف افتتاحي واللعب بدفاع صلب. أياكس أمستردام يتطلع إلى السيطرة على أوروبا بعد غياب طويل. مواهب الفريق الهولندي الشابة تتطلع إلى ترك بصمة تاريخية قبل رحيلها للدفاع عن ألوان عمالقة أوروبا. ربع قرن مر على آخر تتويج لأياكس أمستردام بلقب دوري الأبطال. حينذاك قدم النادي الهولندي جيلا سيطر على الكرة الأوروبية بقيادة المدرب لويس فان غال وكوكبة من النجوم اليافعين كباتريك كلايفرت وأدوين فاندرسار والشقيقين فرانك ورونالد ديبور وأدغار ديفيدس وكلارنس سيدورف. حاليا يتطلع العملاق الهولندي إلى استعادة مكانته القارية عبر شبان تخرجوا في أكاديميته دي تولكومست. يمتلك فريق العاصمة الهولندية جيلاً مميزاً من المواهب اليافعة تراقبهم أهم أندية أوروبا، نجوم يافعون يدركون أن فرص احترافهم في الصيف المقبل متقدمة جداً
على غرار فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة اعتبارا من الصيف المقبل، كما تضم تشكيلة المدافع ماتياس دي ليخت والمغربي حكيم زياش وكاسبر دولبرغ في خط الهجوم، وإلى جانب الشبان يمتلك المدرب إريك تنهاك أيضا عناصر الخبرة كالصربي دوسان تاتيتش ودالي بليند وكلاسيان هونتلار. سنوات عجاف قضاها أياكس على الصعيد القاري، وكان أبرز إنجازاته بلوغ نهائي الدوري الأوروبي قبل سنتين. لم يتمكن النادي الهولندي من مجاراة عمالقة القارة اقتصاديا، فتراجع إلى أن اكتمل لديه جيل ينتظر منه الكثير. قلت سابقا إن الفريق الهولندي جيد على غرار جيل 95، الكثيرون يقولون إن الأندية ذات الخبرة أفضل، أنا لا أعتقد ذلك لأن الشباب يمكنهم أن يلهموا البقية. صغر السن ليس مبررا لعدم اللعب، وأحرزنا اللقب الأوروبي مع أياكس بلاعبين بين 17 و18 من العمر. توليفة تشبه على نحو كبير جيل منتصف التسعينيات، لهذا يرتفع منسوب طموحات الهولنديين للوصول إلى مراحل أبعد في البطولة القارية انطلاقا من بوابة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وخصمه في الدور الثاني للبطولة القارية. في خطوة تتزامن مع عدم تجديد عقده حتى الساعة، نادي انتر ميلان الإيطالي ينزع شارة القيادة عن ذراع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ويمنحها إلى حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش. النيراتزوري ذكر عبر حسابه على تويتر أن القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش. إعلان يأتي في ظل مفاوضات تجريها زوجة النجم الأرجنتيني ومديرة أعماله واندا نارا مع النادي. سقوط مفاجئ للأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. الأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي تلقى الهزيمة من الفريق نفسه الذي كان الأهلي قد اكتسحه قبل 10 أيام في لقاء الجولة الثالثة على ملعب برج العرب. وبرغم خسارة حافظ الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة ب7 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام سيمبا. بدوره حقق الترجي الرياضي التونسي انتصارا ثمينا على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة. سجل ثنائية الترجي أنيس البدري وهيثم الجويني لينفرد بها الترجي بصدارة المجموعة الثانية ب8 نقاط، فيما تجمد رصيد أورلاندو عند 5 نقاط في الوصف. برغم الإشادات الهائلة التي نالها لصدته الخرافية أمام الأسطورة البرازيلي بيلي، لم يعدها الحارس الإنجليزي جوردون بانكس الأروع في مسيرته الزاخرة بالإنجازات والبطولات قبل أن يرحل عن عمر 81 عاما. سجي جوردون بانكس إلى مثواه الأخير بعد صراع مع سرطان الكلى. حفر بانكس اسمه بين عظماء كرة القدم الإنجليزية مخلفا وراءه تصديا لن يمحى من سجلات تاريخ كرة القدم، عندما حلق مرتميا نحو الجهة اليمنى لمرماه حارما بيلي من التسجيل برأسية متقنة في دور المجموعات لمونديال عام 70. كانت رأسية بيلي رائعة حيث بدأ بالاحتفال قبل دخولها المرمى. سمعت بيلي يقول هدف، اعتقد أن الكرة ستتجاوزني لكنني نجحت في الانقضاض عليها في اللحظات الأخيرة، وعلى الرغم من أنها بقيت خالدة في التاريخ لا أنظر إليها أنها الأهم، إنما أفضل ركلة الجزاء التي تصديت لها خلال مواجهة وستهام يونايتد. برغم تصدي بانكس الرائع في مواجهة بيلي، خسرت إنجلترا المباراة بهدف نظيف أمام البرازيل التي حرمته من التتويج بالمونديال الثاني على التوالي، لكن بعدها بسنتين احتفل بانكس بثاني لقب له على صعيد الأندية بفضل تصدي رائع لركلة جزاء جيف هيرست مع فريقه ستوك سيتي. يوم ذهبي لم يكن بانكس ليتخيله عندما بدأ حياته الكروية مراهقا مع تشسترفيلد، بينما كان يحفر الخنادق ويحمل أحجار الطوب إلى مواقع البناء. صنع بانكس اسمه مع ليستر حيث توج بكأس الرابطة عام 64 قبل انضمامه إلى ستوك عام 67، واختارته رابطة الكتاب الرياضيين أفضل لاعب عام 72. الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار بانكس أفضل حارس 6 سنوات قبل انتهاء مسيرته بسبب فقدانه البصر في عينه اليمنى نتيجة حادث سير.
وبعد سنوات حارب بانكس السرطان مرتين، لكنه حاول البقاء نشيطا في منصبه كرئيس لستوك مدى الحياة، وكان دائم الحضور في مدرجات ملعب بريطانيا. وعلى غرار الكثيرين من أبطال مباراة ويمبلي، باع بانكس ميداليته الذهبية لمساعدة أطفاله الثلاثة على شراء منازلهم، لكن مع تلاشي قيمة الميداليات لا شيء سيمحو ذكريات عظمة الحارس بانكس. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة. للمزيد الميادين.net والميادين بالإسبانية اسبانول.الميادين.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.